ऐसे बताओ बताओ तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा मेरा दिल क्या कह रहा हूँ 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 कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियां तुझसे मोहब्बत हुई है मेरी है बस ये खता तुझसे मैं दूर रहूं ये मुझको गवारा कहां मैं तेरे साथ में ही रहूं छोड़ूं ये सारा जहां पास बिठाऊं ये ज़ुल्फ़ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे मैं है दिल की ये ख्वाहिश के सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा شو نمتي؟ لا عم بسمع دقات قلبك ايه انا هلا عرفت وتأكدت ان الموسيقى مهمة كتير بالنسبة لك عن جد؟ ليش؟ ماني لأنه دقات قلبك جواتها كتير موسيقى أنا قصدي بتمنى لو فيك ولو مرة تسمع دقات قلبك كتير مثالية وسحرية و...
ما فيك تهرب منها. ما كنت بعرف. تعرفي؟ وأنا عندي نظرية. إيه بس قبل ما خبرك عنا بدي أسألك، ليش نغمتك كانت أعلى من نغمتي؟ كانت أعلى من أي نغمة سمعتها من قبل؟ ماني، شو قصدك؟ يعني لما كنا، بتعرفي إنه لما كنا عم نغني، إيه بوقتها أنتي كنتي، إيه بس نغمتك كانت أعلى من نغمتي بكتير وأحلى. ماني، خلص خجلتني. ليش خلاص؟ أنا هذا رأيي وحكيته. العلامات الموسيقية هي دو ري مي فا سول لا سي سي. وأنتي اسمك نانديني، شفتي؟ يعني أنتي نغمة أعلى، هيك قصدي. برهان النظرية، أنتي كتير عالية. خلاص. إيه شبه. بس بدي أقول آسف إلكن، مع هيك لو شو ما عملت أنا ما بعرف إذا رح تقدروا تسامحوني، بس أنا رح حاول. منشان هيك أنا قلت لكم إنه تجوا لهون، لأنه هذا المكان هو مثل بيتنا التاني. وماني، ما حكيته؟ ما بدك تعتذر له؟ هلأ أنا بعترف جرحت ماني، وكلمة آسف وبعتذر ما رح تكون كافية. أنا ما فيني واجهه، بخجل منه. وآليا أنا بعتذر. أنت بتشتري اعتذارات من السوبر ماركت وبتوزعها؟ خلص شبك، عندك فائض اعتذارات ولا شو؟ لا كبير، بس شو قلنا؟ قول معي. إيه؟ نحن منقدر. وأنا بدي أقلك أنت فيك ورح تأخذني على بيت أريمان. هيك هذا اعتذارك لإلي، يلا امشي. ايه كبير. لك يا مكتي عطيني ديروف، صرت بتستاهلها، وأوعك تضيعها أو تفرط فيها. أبدا. ليكوا شباب، روحوا ودوروا على بيت أريمان، أنا صار لازم شوف وينه ماني. أوكي؟ يلا منحكي. أوكي. بس نغمتك أعلى من نغمتي بكتير وأحلى. ماني، خلاص. ماني صاحب جي جاڑے ہے سب جی پھر بھی بنائے بہانے نڑا نوا بی جی دیکھیں حبیتو کتیر حلوی بس ہی مو احلی منی صاحب جی ہاں کرتا بہانے نڑا نوا بی جی نا سمجھے اشارے Thank you.
هذا الحب ما راح يموت، كل العمر مع بعض. انتي بتحبي اليراعات وانا النجوم، مشان هيك فكرت انه ليش ما نجمعهم مع بعض مشان يحتفلوا فينا. وأنا بحبك ناندين لآخر لحظة. منيح اجيتي آليا، رح تنقذيني. وكيف عرفت انه هي انا؟ لما تكون بمشكلة بس رفقاتك بيساعدوك مثلك انت. انا مو رفيقتك، وانت بتعرف انا اجيت بكير لانك كنت متضايق على التليفون، ما بدي خجلك. بس شو في؟ في انه ما في حدا غيرك يساعدني حاليا. ليكي، في اكل صيني وفي اكل ايطالي والمشروبات، بس ما عرفت رتبهم، لهيك فيكي تساعديني لو سمحتي آليا، انت شاطرة بهدول. بعرف انك زعلانة، بس تذكري انه كل شي بيخصك وبيخص الفاب فايل بيهمني، بعتبرك رفيقتي. بعدين عرفت انك رفيق اخي هرشاد. غلطانة آليا، هرشاد مو رفيق حدا أبدا، ما له صاحب، هو استغلني، بيعرف إني لحالي، والصراحة هو أنعني إنه ماني هو السبب بموت أختي. شو؟ أختك؟ سهى؟ أنا كتير آسفة، لك ما عندي فكرة عن هذا الموضوع كله، ما بعرف. انت ما بتعرف انه ماني، بعرف آليا، ماني نظيف، ما دخلوا بموت سهى، بعرف هالشي. بعتذر، انا كتير اسف، حاولت اذي ماني كتير، اذيت الفاب فايف كمان واذيتك الك، حقكم ما تسامحوني، عن جد اسف. ما تاكل هم، انا كمان اسفه. طيب أخذنا الحكي ونسيت إني طلبت منك تساعديني بترتيب هالقصص. يلا نرجع على شغلنا آليا. طيب ما في أي مشكلة، بتشوف أنا عملي السحرية. متأكدة؟ بس قبل عالشغل. يلا عن جد عالموتور. لك انتي حامل وكل ما كبر بطنك بتتغابي، بوضعك هاد فيكي تروحي على الميتور؟ موكتي كنتي حامل من قبل؟ انتي شو بيفهمك؟ لك انا مو غبية، هي هرمونات، يعني مو بإيدي انا توحمت اطلع على الموتور، هي مرة بالعمر. لو سمحتي بس هالمرة. مثل ما بدك. عبالي؟ منيحة ما بدها السؤال. يعني؟ بكرة بقلك، هلأ ما بلحق. ايه، عطيني.
شكرا. كبير حكاكي ببيت ماني. ليكي لازم نروح، الحفلة رح تبلش، كأنه تأخرنا. لا تخافي، إذا ما وصلوا الفاب فايف الحفلة ما بتبلش. يعني نحن معك حق. هاليا قالت إنه أريا ما عم يحضر الحفلة وهي عم تساعده، ففينا نتأخر شوي، بكير لسه. وإنتي شبني؟ شو عندك؟ أنا أنا عندي شي بعد الحفلة ولازم أقضي. بعد الحفلة؟ شو قصدك؟ هارشاد متخبي بالجامعة بمحل كتير عتمة، فكر حاله ذكي، بس أنا لقطه. من الباب اجيت، ولو تعرف من ايمتى عم بمشي وراك انا بس، وانت اللي جبتني لعندك، فكر انك ذكي؟ ها؟ مو عدل؟ لك مين عم يحكي بالعدل؟ خليني ذكرك، شو اللي عملته انت معنا؟ سرقت غنية الفاب فايف، حاولت تأزماني مرة تانية، وجاي هلا تحكي عن العدل؟ انا رح اعملك بالعدل اللي بتعرفه. عم بعمل اللي بتستاهله، انت اذيت الفاب فايف، بس ما تخاف، ما خلص حسابنا، حنرجع بعد ما نحتفل بانتصار الفاب فايف، بعد الحفلة منكمل معك براحتنا، رح نتسلى. يعني بعد الحفلة منكمل مع هارشاد، تعي ناكل تحلاية، موافقة؟ لحظة، انتي عملتي احسن شي بالعالم، وهاد وعدنا فيها للبيست، يلا تستاهلي، عملي مثلي. شوفي الولد عم يسلم، مبسوط فيكي. أنا كتير تعبت آليا، اشتغلت كتير اليوم. ايه كتير، أنا بشتغل وأنت بتتعب، شو عم تعمل؟ يلا قوم قوم، أنت اللي عازمنا، جهز حالك يلا. معك حق، عندي فكرة، هلأ برجع، استنيني. هلا شو؟ كل شي جاهز للحفلة؟ طيبة ريحة. ايه تمام. هلا صار فينا ناخد سيلفي، تقربي. ايه حلوة. ايه بس ما كبست. امبلا، ليكي نحن بعصر الغمزة. شفتي كيف صورت؟ رح ننطر الشباب ليجوا. آليا شكرا على المساعدة، على كل شيء. ها
عفوا رفيقي. رفيقي؟ اوكي. كيفك؟ وين نانديني؟ نانديني؟ ايه صح، هي بالبيت. بصراحة ما في داعي تجي لهون، بس أنا قلت له هو يروح يجيبها. ايه؟ يلا روح جيبها. لا لحظة، لا ما تروح، هي ناطرتك مو هيك؟ معلش، بتعرف شو؟ نحن بناخدها بطريقنا. يلا ماشي. انت ليش جاي لعندي لهون؟ وين نانديني؟ السيد ماني راح معه رفيقه كبير وقالوا بدون يجيبوه. شو قلت؟ لك انت جنيت؟ كيف بتخليهم؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.